طيب أبو رشيد، لو قدر الله رجعت 30 سنة وش تتمنى؟ أتمنى أني أرجع 30 سنة، لكن ترجع مع عيالي اللي مات معي 30 سنة نكمل باقي حياتنا. الله أكبر، الله أكبر، هذا اللي أنا أتمنى. همة الوفاء، لأنه رحمه الله بعد ما ماته صار عندي فراغ ما لقيت شيء يشده. الله 37 سنة ما بت ليلة واحدة بلاها وافية. عاضك الله غيرها وعندك ان شاء الله. تستاهل، تستاهل الوفاء. الحمد لله، الله يقبلها. الله يجزاك خير. والله 37 سنة ما أذكر ليلة واحدة بت زعلان منه. الحمد لله. أو منكدنا على منامي. الله أكبر. غريبة من الغرب. والله اللي مثلها يبكى عليه. جابت لي عيال من خيرة عيالها الوقت. الحمد لله. وجابت لي بناي من خيرة بناتها الوقت. الحمد لله. الله يطرح لك فيهم. حدين جارت لك وتعرفك وتعرفك 100%، حدا بناتي جارت لكم تقول أعرفهم مثل ما أعرفكم. الله المستعان. الحمد لله. دين ودنيا لله الحمد حاصلين، وعيال كذلك. ذلك من فضل الله. شب الخير يا أبو رشيد، وهذا من الوفاء، وهذا من هذا من صفات الرجال. نعم. أنه يعني ما ينسى زوجته وأم عياله، ويقدرها ويحشمها ويكرمها، وإن ودعتها الدنيا ما ينساها. هذه مشية من الرجال، بل مشية من المؤمن. الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه السيم اللي نحتاجها. يعني الآن فيه جفاء وفي بعض الأمور، يعني مثل هالدروس والكلام اللي تقولونه أستفيد منها أنا غير قبل ما يستفيد منها فلان وعلان. والحمد لله من ماتت وزوجها راضي عنها إيش؟ ما شاء الله دخلت الجنة. دخلت الجنة. الحمد لله. أسأل الله أن يغفر لها ويجعلها في الجنة. موتانا وموتاكم وموتى المسلمين. آمين.